إذا من بعد ما درسنا التغيرات ديال الدالة، دابا غنحطو ديك المعلومات كاملة في جدول التغيرات اللي تعطاونا، بين أن إف تزايدي على المجال صفر بلس لانفيني وتنقصي على المجال موال لانفيني صفر، بينها دابا غنحطو ديك المعطيات في الجدول. عاد كيجي الجدول، إذا غنرسم جدول التغيرات بحال هكا. دونك أول حاجة كنحطها قبل ما ندير أي حاجة، كنحط مجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف ديال الدالة؟ هي بلس من موال انفيني حتى بلس لانفيني، يعني ار، حيت عطاونا لكل اكس من ار. دونك هذه هي مجموعة التعريف. مزيان، هنا اكس، دونك هنا اف بريم دو اكس، هنا تغيرات اف دو اكس. اشنو لقينا؟ لقينا بان الداله موجبه في صفر بلس لانفيني، دونك هنا غندير واحد العدد اللي هو صفر صفر. دونك علاش درت هذه القضيه؟ هذه حيت المشتقه تنعدم في صفر. الا حسبنا الصوره ديال صفر في المشتقه راه غنلقاو صفر، هذه كتعطيني واحد ناقص واحد صفر، جوج في صفر في واحد كتعطيني صفر، اذا المشتقه كتساوي صفر. هذا الشيء علاش درنا تنعدم. اشنو بينا في المعطيات او في السؤال اللي قبل؟ بينا بان الداله او المشتقه موجبه في صفر بلس لانفيني، هاهي، وبينا انها سالبه في هذا المجال هذا، يعني تناقصيه تزايديه. هادشي اللي كنعنيو، ناقص راه تناقصيه، وهنا التزايديه، يعني كنحطو المعلومات فقط في الجدول. شحال لقينا عند موال لانفيني؟ لقينا فيها صفر. غنحسبوا الصوره ديال صفر ماشي في المشتقه، في الداله. دائما الصوره كتحسب في اف دو اكس، علاش؟ حيت هنا راه كاينه اف دو اكس. دونك صفر في واحد يعني صفر، كتبقى لي ناقص واحد، وهذه كتساوي او اس صفر اللي هي واحد، واحد في ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. مزيان، ليميت عند بلس لانفيني كنا حسبناها، بقينا فيها بلس لانفيني. اذا هذا هو جدول التغيرات اللي مطلوب منا. اذا هذه هي الطريقه ديال انشاء جدول التغيرات، وغنمسح الصبورة باش نمشيو للسؤال الموالي. دونك السؤال الموالي عطاونا، نكتب السؤال هنا، بين أن المعادلة اف دو اكس تساوي صفر تقبله حلا وحيدا الفا على المجال صفر بلس لانفيني، وأن ألفا محصور بين واحد على جوج وواحد. دونك هذا هو السؤال اللي عطاوني. بالنسبة لهذا السؤال هذا راه كنستعملو مبرهنات القيم الوسطية اللي شفناها في الأول ديال العام، ولكن هذا السؤال هذا راه كيتكون من جوج أسئلة ولا جوج مبرهنات القيم الوسطية. الأولى بحال إلا قال لك بين أن المعادلة تقبل حلا ألفا على هذا المجال صفر بلس لانفيني، وعاود يعطيك بين ان المعادلة اف دو اكس تساوي صفر تقبل حلا واحدا الفا على المجال واحد على جوج واحد، يعني جوج ديال المبرهنات القيم الوسطية، جمع جوج اسئلة في سؤال واحد. بالنسبة للمبرهنات القيم الوسطية عندنا ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول خص تكون، غنبداو بهذا المجال ياك، غنمسح هذه من بعد، هذه غنخليهم من بعد. دابا غندير بالنسبة المجال صفر بلس لانفيني، خاصني ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول خصني نبين أن الدالة متصلة في هذا المجال اللي عطاوني في السؤال، وخصني نبين أن الدالة رتيبة قطعا في هذا السؤال أو في هذا المجال، ياك، يعني رتيبة، إما تزايدية ولا تناقصية في هذا المجال، ماشي يكونوا بجوج تناقصية وتزايدية في نفس المجال، لا، واحد فيهم إما تزايدية ولا تناقصية في هذا المجال. السؤال أو لا الشرط الثالث كنحسبوا الصور، ولكن أنا ما يمكنش نحسب الصورة ديال مثلا عندي اف دو ا في اف دو بي، خصنا نلقاوها اصغر من صفر، ولكن هنا ما يمكنش نطبقوها في هذا المجال حيت ما يمكنش نحسبوا الصوره ديال بلس لانفيني. هذه راه جريمه في حق الرياضيات، اللي حسب الصوره ديال بلس لانفيني يعني خاصو الحبس بصراحه. دونك اشنو غندير؟ غنوريكم الطريقه ديال الاستغناء على ديك القضيه ديال اف دو ا في اف دو بي. اولا بعدا غنبين ان الداله متصله، يلا سيدي غنبينو الاتصال، ياك. لدينا
الدالة F متصلة على R. وغنعطيكم البرهان بسميتو ياك للتوضيح شفويا، انتم غتكتبون علاش قلت ان الداله اف متصله على ار، حيت عندي ضرب دالتين ياك، هذه مجموعه التعريف ديالها هو ار، يعني متصله في ار، ليكسبونونسيل متصل في ار ياك. اولا غنكتبو هنا باش تعرفوا كيفاش غتجاوبوا. غديروا لدينا ليكسبونونسيل الداله اكس متصله على R، ولدينا X متصلة على R، يعني الضرب ديالهم X في X حتى هو راه متصل في R، يعني X X متصلة على R. هذا غير كتوضيح باش تفهموا علاش قلت لكم راه متصله على ار ياك. دونك هذه متصله على ار، بين قوسين متصله على ار، او متصله على ار، يعني حتى الضرب ديالهم متصله على ار ياك، هذه خاصيه. دونك هادشي علاش قلت الداله متصله على ار، وبالخصوص حيت هنا حنا كيهمنا صفر بلس لانفيني، هاد الداله هذه متصله في ار كاملا، ار كبير ياك، ولكن بالخصوص متصله في صفر بلس لانفيني، حيت صفر بلس لانفيني راه كاين داخل ديال ار، وبالخصوص صفر، حيت حنا اللي كيهمنا هو صفر بليس لانفين ماشي ار. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني خصني نبين ان الداله اما تزايديه ولا تناقصيه في هذا المجال. انت غدير لي حسب جدول التغيرات ياك، درنا جدول التغيرات صافي راه باينه، حسب جدول التغيرات، حسب جدول التغيرات لدينا اس تزايدية على ار او لا على صفر بلس لانفيني، حيت تزايدية في صفر بلس لانفيني وتناقصية في موال لانفيني صفر. دونك اللي كيهمنا عاوتاني المجال صفر بلس لانفيني. مشيت لجدول التغيرات لقيت بان فعلا راه اف تزايدية في صفر بلس لانفيني. دابا كيجي الشرط الثالث، ولكن بالنسبة للشرط الثالث غنمسح السبورة باش تكون عندي البلاصة باش تفهموا هاد القضية ديال الشرط الثالث. دابا الشرط الثالث من المفروض ندير الصور ديال الأطراف خص يكون أصغر من صفر حسب الخاصية ديال مبرهنة القيم الوسطية، ولكن كما قلت لكم جريمة في حق الرياضي نحسبوا الصورة ديال بلس لانفيني، راه كاينين بعض التلامذة كيحسبوا الصورة ديال بلس لانفيني. لا شنو غندير ملي كتعطى لي واحد المجال فيه بلس ولا موال انفيني في مبرهنات القيم الوسطية، شنو غدير؟ غتحسب غير الصورة ديال هاد المجال. غدير لدينا كنحسبوا الصورة ديال المجال، لدينا اف ديال هاد المجال يساوي، دونك هنا اللي لقينا بان اف تزايدية في هذا المجال، يعني ما غيتبدلش الترتيب ملي غنحسبوا الصور ياك. دونك الصوره ديال صفر غنحطها هنا نيت بلاصتها، والليميت عند بلس لانفيني غنحطها هنا، وديجا راه حسبناهم. الصوره ديال صفر شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها ناقص واحد ياك، الصوره ديال صفر ملي حسبناها لقينا فيها ناقص واحد، والليميت عند بلس لانفيني شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها نيت بلس لانفيني، يعني بلا ما تعاود تحسب عاود ثاني، غدير غير لدينا ومنه. دونك لقينا واحد المجال اللي هو ناقص ناقص واحد او بلس لانفيني. دابا الشرط باش ندير او لا بحال الا بينت ان اف دو ا في اف دو بي اصغر من صفر، خص هاد المجال اللي لقيت تكون صفر الدخل ديالو. واش بين ناقص الواحد او بلس لانفيني كاينه صفر؟ فعلا راه كاينه صفر بين ناقص واحد او بلس لانفيني. اذا غدير بما ان هذه هي الطريقه ديال الاجابه، بما ان صفر ينتمي الى المجال واحد بلس لانفيني فانه حسب مبرهنه القيم الوسطيه، وغتعاود نفس السؤال، يعني صافي بينا الشرط الثالث.
واش مفهوم؟ الشرط الثالث كيفاش كدير ليه الا عندك واحد المجال فيه بلوس ولا موال انفيني. اول خطوه كتحسب الصوره ديال المجال، وداك المجال اللي لقيتي خص ضروري تكون فيه صفر، الا ما كانش فيه صفر يعني ما يمكنش، خص تكون فيه صفر. كتقول ليه بما ان صفر تنتمي لهذا المجال هذا، اذا حسب مبرهنه القيم الوسطيه، اذا حسب مبرهنه القيم هي لدينا، فإن المعادلة f دو x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفا على المجال صفر بلس لانفيني. اذا نتمنى تفهموا الفكره ديال مبرهنه القيم الوسطيه ملي كيكون عندي لانفيني في المجال. اما ملي كيكون الاعداد راه سهله، كنحسبوا اف دو ا في اف دو بي خص يكون اصغر من صفر. اذا نمسح السبوره باش نديروا التتمه ديال هذا السؤال. دونك التتمه ديال السؤال عطاونا، دابا عطاونا على المجال، على المجال واحد على جوج واحد، راه هذيك القضية ديال الفا محصور بين واحد على جوج قطعا و واحد، راه كتعني نيت هاد القضية هادي، يعني الفا ينتمي لهاد المجال واحد على جوج واحد. دونك شنو غندير؟ غندير عاوتاني ثلاثة ديال الشروط. هنا عطاوني مجال مفتوح من الطرفين، ياك المفروض عاوتاني نحسب الصورة ديال المجال حيت مفتوح، ولكن حنا ديجا بينا ان الدالة متصلة، متصلة في صفر بلس لانفيني. واش مفهوم؟ يعني ملي غنوصلو الشرط الثالث غنحسبو الصور، الصور متصلة في صفر بلس لانفيني وبالخصوص هذا المجال. إذا الشرط الأول دائما راه باين، الشرط الأول يعني غير الاستنتاجات، اف متصلة على صفر بلس لانفيني، ياك صفر بلس لانفيني وبالخصوص، وبالخصوص واحد على جوج واحد، هذا هو. دونك حنا بينا ان الداله متصله في واحد على جوج ومتصله في واحد، ياك. دابا الشرط الثاني نفس الشيء، الشرط الثاني كتقول لي عاود الثاني اف تزايديه على المجال صفر بلس لانفيني وبالخصوص هاد المجال هذا، حيت هاد المجال راه كاين الداخل ديال صفر بلس لانفيني. شوفوا هاد المجال كاين الداخل ديال صفر بلس لانفيني، وحنا ديجا بينا ان الداله راه تقبل حلا وحيدا في هاد المجال، ياك. دابا غير كنصغرو الشرط الثالث، الشرط الثالث اشنو غندير؟ كما قلنا كان من المفروض يدلي نحسبوا الصوره ديال هاد المجال حيت مفتوح من الطرفين، ولكن حنا ديجا بينا ان الداله تقبل حلا وحيدا في صفر بلس لانفيني ومتصله في نفس المجال، يعني الصور ديال واحد على جوج وواحد راه كاينه. اذا غنحسب الصوره ديال واحد على جوج، لدينا اف ديال واحد على جوج تساوي، غنمشي للداله وكنعوض، واحد على جوج واحد على جوج ناقص واحد في او اس واحد على جوج. هاد التعبير هذا ما عرفتوش واش سالب ولا موجب، ولكن عطاونا واحد القضيه الا بغينا نحسبوا بالاله الحاسبه، ولكن عطاونا هما مساعده، عطاونا ان نقبل ان واحد على جوج او اس واحد على جوج راه اصغر من واحد. واش مفهوم؟ من هنا غنستنتجوا بان الاشاره ديال هادي واش موجبه ولا سالبه. واش مفهوم؟ دونك شنو غندير؟ عطاوني هاد الشرط هذا، يعني هادي هاد العدد هذا صغير على واحد وواحد كبير على هاد العدد، ناقص كاين حدا العدد الكبير، يعني بين قوسين غيكون سالب، ياك. حيت ناقص كاين حدا العدد الكبير، العدد الكبير ناقص العدد الصغير راه كتكون الاشاره ديال العدد الكبير، دونك هذا سالب. او اس واحد على جوج راه موجب، ديما الاكسبونسيال موجب مهما يكون الاس، واخا يكون الاس سالب راه كيكون موجب. دونك هادي سالبه هذا موجب، يعني السالب في الموجب كيكون سالب. غنبينها لكم بطريقه اخرى، عطاونا واحد على جوج في او اس واحد على جوج اصغر من واحد،
غندي داك واحد للطرف باش نبين الاشاره ديال هذه، يعني واحد على جوج في او اس واحد على جوج ناقص واحد راه اصغر من صفر. هاد واحد خديته للطرف، يعني هاد التعبير هذا راه سالب، هاد التعبير اللي بين قوسين سالب وهذا موجب، دونك الاشاره ديال هاد التعبير اصغر من صفر بلا ما نحسبوها بالاله الحاسبه. الا بغيتي حسبها بالاله الحاسبه ماشي مشكل، غير حنا استعملنا داك المعطى اللي عطاونا. احنا بينا بان هذه سالبه، دابا غنحسب الصوره ديال واحد. اذا هو اف ديال واحد، حيت ضروري خص واحد فيهم يكون سالب واحد يكون موجب باش يكون الضرب ديالهم اصغر من صفر، هذا هو الهدف ديالي من الشرط التالي. دونك نعوض اكس الى عوضنا بواحد مشى او اس واحد كتبقى ليا او ناقص واحد في او اس واحد اللي هي نيت او. هاد العدد هذا واش موجب ولا سالب؟ الا بغينا نحسبوه بالاله الحاسبه، الا بغينا نقولوا غير هكا، او كتساوي تقريبا 2.71 ياك الا حسبنا في الاله الحاسبه. 2.71 ناقص واحد كيكون موجب، حيت 2.71 كبير على واحد، او راه موجب، الموجب في الموجب كيكون موجب. هذا موجب هذا سالب، يعني الضرب ديالهم اذا اف دو واحد في اف واحد على جوج اصغر من الصفر. صافي هذا هو الشرط التالي. اذا غتعاود لي عاوتاني داك التقاشر كاملا. اذا وبالتالي حسب مبرهنة القيم الوسطية لدينا المعادلة اف دو اكس، وكتعاود نفس الجملة هادشي اللي كاين، اولا غنكتبها كي لا اتهم بالكسل. دونك تقبل حلا وحيدا الفا يرك على المجال اولا بحيث كما عطونا، حيث ان الفا محصور بين واحد وواحد على جوج بحال هاد الكتابة هادي، بحال هاد الكتابة نفس الطريقة. اذا غنمسح السبورة باش نمشيو لحاجة اخرى. اذا السؤال الموالي هو انشاء المنحنى. دونك اول خطوه بالنسبه لانشاء المنحنى، انتبهوا معايا مزيان في هذه القضيه هذه، كنرسم المعلم وكنختار من السلم، تما عطاونا وحده القياس هي 2 سنتيمتر، يعني هنا غتحسب 2 سنتيمتر، انت في الدفتر غدير 2 سنتيمتر، كل تربيعه غدير 2 سنتيمتر، يعني بين 0 و 1 2 سنتيمتر، بين 1 و 2 سنتيمتر الى اخره. الخطوه الثانيه باش ترسم المنحنى كتحط جدول التغيرات قدامك، هذه هي الخطوه الثانيه، كنحط جدول التغيرات قدامي، انا غنحطه هنا باش تكون المعطيات باينه ليا. هذا هو جدول التغيرات، دونك من موان تال بلس هنا صفر، دونك القيمه تناقصيه تزايديه، هنا القيمه ناقص واحد وهنا صفر وهنا بلس لانفيني. هذه اول خطوه كتحط بالنسبه لجدول التغيرات. الخطوه الثانيه كترسم الفروع اللانهائيه. شنو عندي في الفروع اللانهائيه؟ كتشوف التمرين داكشي اللي خرجتي، حسبنا الليميت عند موال انفينو لقينا صفر، ودرنا التاويل ياك اللي هو سي اف يقبل مقارب معادلته ايغريك يساوي صفر، ايغريك يساوي صفر، هذا مقارب بجوار موال انفينو، يعني غنرسم هذا المستقيم هذا ايغريك يساوي صفر. فين هو ايغريك يساوي صفر؟ يعني اذا رسمناه، حيت وكاينين بعض التلامذة كيتلفوا في هذه القضية ديال ايكغيك يساوي صفر و اكس يساوي صفر، فين هو المستقيم ديال لي زيكغيك؟ هو الآلتين. فين هو المستقيم أولا المحور ديال لي زيكس؟ هو الأفاصيل. مثلا عطاك ايكغيك يساوي واحد، كتمشي للمستقيم ديال لي زيكغيك، هو هذا، فين هي واحد؟ هي هادي، دونك غيمر من واحد. مثلا عطاك ايغريك يساوي ناقص جوج، كتمشي لناقص جوج في المستقيم ديال لي زيغريك، عاد كترسمو. دابا عطاونا ايغريك يساوي صفر، فين هو المستقيم ديال لي زيغريك؟ هو هذا، فين هو العدد صفر في هذا المستقيم؟ هو هذا، يعني غيكون نيت محور الافاصيل، واش مفهوم؟ كون عطاونا مثلا اكس يساوي 4، غنجي للمستقيم ديال لي زيكس، فين هي 4؟ هي هذه، غتكون بحال هكا، ياك؟ دونك بلا ما نرسمو بالمسطرة. إذا هذا هو إيكغيك
يساوي صفر. الا بغيت نرسمو غير بجهة الموال الانفيني، حيت قال لك بجوار موال الانفيني، اما انا ما عندي ما ندير به. دونك هذا هو ايكغيك يساوي الصفر. ايكغيك يساوي صفر. مزيان، اشنو لقينا عند بلس لانفيني في الفروع؟ لقينا بان السي اف يقبل فراشه الجميع اتجاه محور الاراتيب. دابا قبل ما نرسم المنحنى غنوريكم الفرق بين مقارب وفراشه الجميع. مثلا عندي واحد المستقيم بحال هكا، مثلا هذا معدن، قال لك سيدي السي اف يقبل فراشه الجميع اتجاه هذا المستقيم. ملي غيطلع قال لك تزايديه، ولكن يقبل فراشه الجميع اتجاه هذا المستقيم. اشنو كنعنيو بالفرع؟ يعني غيدور عليه، غيدور على هذا المستقيم، هذا هو فراشة الجميع، يعني ما عمره غيتلقاو. ولكن الا قال لك مقارب، مقارب لا، ملي غيطلع غيجي يقرب ليه، راه غير من السميه باينه، باين الفرق بين مقارب وفرع. فرع كيدور على هذاك المستقيم، ودابا مقارب كيقرب ليه. دونك شنو لقينا؟ لقينا يقبل فراشة الجميع اتجاهه محور الاراتيب، فراشة الجميع ماشي مقارب، يعني ملي غيطلع المنحنى ما يقربش المحور الاراتيب، حيت ما قلناش مقاربه محور الاراتيب، قلنا فرع، يعني غيدور على محور الاراتيب ملي غيطلع. مزيان، دونك هذه اول خطوه. ياك الخطوه الثانيه عطاونا في اكس صفر، لقينا في اكس بريم دو صفر، لقينا فيها صفر. هذه راه عندها التاويل الهندسي، واخا ما عطاوش التاويل الهندسي، من المفروض اللي يقول لك احسب هذه ثم اول نتيجه هندسيه. هادي شنو كتعني؟ كتعني بحال الا قلنا ان الداله اف تقبل الاشتقاق في النقطه صفر، وكنكتبوا معادله على هذا الشكل، ايكغيك تساوي اف بريم ديال صفر. هذا هو التاويل ديال هادي، عقلوا ليه مزيان. دائما الا قال لك بين ان اف بريم ديال شي عدد يساوي عدد، كتكتب هذه المعادله الديكارتي ديال المستقيم او لا ديال المماس، اكس ناقص زيرو حيت كنخدموا في زيرو، زائد اف ديال صفر، هادي هي المعادلة ديال المماس. دابا كنحسب اف بريم ديال صفر شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها صفر، يعني الا ضربنا صفر في هاد العجب هذا كتعطينا صفر، زائد اف ديال صفر كنحسبوها في الدالة، في الدالة ماشي في المشتقة، الدالة لقينا فيها ناقص واحد، حسبنا هادي ديجا لقينا فيها ناقص واحد، دونك كتعطيني ناقص واحد، صفر ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. دونك المعادلة ديال المماس عند صفر هي إيكغيك يساوي ناقص واحد. فين هو إيكغيك يساوي ناقص واحد؟ فين هو المحور ديال لي زيكغيك؟ هو هذا، غنمشي ديريكت لإيكغيك يساوي ناقص واحد، وغنرسم واحد المماس، يعني غيكون أفقي، هذا هو المماس. هكا رسمت إيكغيك يساوي ناقص واحد، بلا ما نرسم المستقيم كاملا، نرسم فيه غير شوية، المماس كنرسمو غير شوية، العكس ديال المقارب. دابا ملي كنحط المعطيات ديالي كنمشي لجدول التغيرات، كنرسم النقاط اللي يمكن لي نرسمهم بحالاش. مثلا هاد ناقص لا نهايه صفر ما يمكنش نرسمها على شكل نقطه، غنخليوها صفر ناقص واحد يمكن لي نرسمها، غنقلب على صفر، فين هو صفر؟ فين هو ناقص واحد؟ يعني ناقص واحد هو هذا، يعني هاد النقطه هادي، هاهي هاد النقطه صفر ناقص واحد هي هادي، هاهي رسمتها. دابا شنو غندير؟ غنجي من المقارب، ياك قلنا سي اف يقبل مقارب معادلته ايكغيك يساوي صفر، يعني المنحنى غيجي من هذا المقارب، اولا غنبدا من هذه النقطه وغندير بحال هكا، غنبدا من هذه النقطه وغنطلع عند المقارب عند صفر، اهو وهذا مماس، وعندي نقطه الانعطاف، ياك هنا غيدور المنحنى، حيت عطاونا اصلا نقبل ان للمنحنى نقطه الانعطاف، انت ارسم بيديك فيما جات نقطة الانعطاف حيت ما مطلوباش نحددوها. هنا قربت للمقارب، ايكغيك يساوي صفر هو مقارب، داكشي علاش قربت ليه، وغيمشي معاه، يعني هاد الشق هذا هو هذا، جيت من المقارب اللي هو ايكغيك يساوي صفر حتى لهاد النقطة صفر ناقص واحد، هي هادي. عاد دابا غنطلع باش نرسم هذا، غنطلع غيكون ممس شوية لهذا وغنطلع، ولكن فين غيمر؟ فين هو التقاطع؟ هنا فين كتجي القضية ديال الدور ديال المبرهنات القيم الوسطية؟ شنو بينا؟ قلنا ألفا ينتمي إلى المجال واحد على جوج واحد، بينا أن الدالة إف تقبل حلا واحدا في المجال
واحد على جوج واحد. هذه الترجمة ديالها بحال إلا قال لك، بحال إلا قال لك راه المنحنى كيمر بين واحد على جوج وواحد، واش مفهوم؟ هذه هي الترجمة ديالها بالنسبة لمبرهنة القيم الوسطية. دائما ملي كيعطيك مبرهنة القيم الوسطية راه بحال إلا قال لك بين لي بأن المنحنى كيمر في هذا المجال واحد على جوج واحد، واش مفهوم؟ يعني ضروري خص يمر من واحد على جوج، بين واحد على جوج وواحد. فين هي واحد على جوج؟ هي هذه وواحد. ما عنديش الحق ندوز من هنا ولا هنا، غيمر بين واحد على جوج وواحد حسب مبرهنة القيم الوسطية. هذا هو الدور ديالو، وبزاف ديال التلاميذ ما كيعرفوش الدور ديال ديك المبرهنة القيم الوسطية. دابا باينة، إذا غيدوز بين واحد على جوج وواحد وغيطلع. قلنا يقبل فراشة الجميع اتجاهه الأراتيب، أشنو كيعني؟ ملي غيطلع المنحنى ما غيقربش للأراتيب، غيدور عليه. هذا هو الفراشة الجميع، اهو غيدور وغيمشي معاه، غيكون دائما متوازيا. كون قلنا يقبل مقارب اتجاه المحور الاراتيب، يعني غيجي وغيقرب ليه. دونك هذا هو المنحنى. اذا هذه هي الطريقه ديال انشاء المنحنى، نتمنى تفهموها، وغنديروا تمارين اخرى ان شاء الله بالنسبه لانشاء المنحنى. دابا غنمشيو للسؤال الموالي، كيفيه حساب المساحه. اذا قبل ما نمسح هذا المنحنى هذا غنحتاجوه باش نعرفوا شنو المساحه غنحسبوا، ياك؟ دونك الى شفتوا التمرين عطاونا احسب مساحه الحيز المحصور بين سي اف ومحور الافاصيل المستقيمين ديال المعادله اكس يساوي 0 و اكس يساوي 1 على 2. اذا غنحدد هذه المساحه هذه، نشوف فين هي. اول حاجه كنرسم، حيت عطاونا اكس يساوي 0 و اكس يساوي 1 على 2 و سي اف ومحور الافاصيل. يعني خصك تكون ذكي باش تعرف فين كيقصدوا لينا. اول حاجه كنرسم هاد المستقيمين باش تكون الامور واضحه. فين هو اكس يساوي صفر؟ المحور ديال لي زيكس هو هذا. فين هو صفر؟ فيه هو هذا، يعني محور الاراتيب نيت هو اكس يساوي صفر. احنا رسمنا اكس يساوي الصفر، ياك؟ هذا هو محور، اولا غنرسمو بهذا اللون باش يكون باين. ها اكس يساوي صفر، اكس يساوي واحد على جوج، فين هو؟ ها المحور عاوتاني ديال لي زيكس، فين هو؟ واحد على جوج في هذا المحور هذا، هو نيت هذا النصف، يعني هو هذا تقريبا. يعني الا قديناه نتوما، الا رسمتو بالسلم راه غيكون تكون الامور واضحة جدا. إذن هذا هو اكس يساوي واحد على جوج، علاش؟ حيت كيمر من النص، واحد على جوج صافي. دابا قال لك سي اف، فين هو السي اف؟ هو هذا بالاحمر. فين هو محور الافاصيل؟ هو هذا. يعني اش من المساحه كيقصدوا لينا؟ كيقصدوا لينا هذه المساحه هذه. هذه علاش اختاريت هذه؟ حيت محصوره بين هاد المستقيمين اللي قالوا لينا، ومحصوره بين السي اف، ومحصوره بين محور الافاصيل، واش مفهوم؟ دابا خصنا نحسبوا القيمه ديال هذه المساحه. ولكن واحد الحاجه، واحد الحاجه خصكم تفكروها مزيان. دائما الى عندي المساحه او الا بغينا نحسبوا شي مساحه كاينه لتحت ديال محور الافاصيل، راه كنزيد في التكامل، كنزيد ناقص. علاش؟ حيت كاينه لتحت ديال محور الافاصيل. كون كاينه الفوق ديال محور الافاصيل ما غنديرش ناقص، كندير زائد. واش باينه؟ هذه غنديرها من بعد ملي غنحسب. اذا غنمسح السبوره باش نمشيو ونحسبوا السؤال اللي قبل عاد المساحه. إذا السؤال الموالي بعد الإنشاء عطاونا بين أن، بين أن هذا التكامل هذا من صفر حتى لواحد على جوج إكس أو أس اتنين إكس راه كيساوي واحد على أربعة. هذا خصنا نحسبوه باستعمال المكملة بالأجزاء، حيت عطاونا باستعمال المكملة بالأجزاء، وهذه مناسبة باش نديرو التذكير ديال المكملة بالأجزاء. اذا قبل ما نمشيو نحسبوا هذا الجبهه هذا، غندير واحد التذكير. مثلا بغينا الداله الاصليه ديال 3 اكس ناقص 1 او اس 3 اكس ناقص 1، شنو كندير؟ الداله الاصليه ديال الاكسبونسيف اس واحد التعبير، كنكتب نفس الداله ولكن كنقسم على العدد اللي حدا اكس اللي هو 3. هذه هي الداله الاصليه، كنزيد السي يعني ثابته. وشوفهم مثلا بغينا الداله الاصليه مثلا ديال واحد ناقص اكس او اس واحد ناقص اكس،
شنو هي الدالة الأصلية؟ كنكتب نفس الدالة، ما كنبدلهاش، كنقلب على العدد اللي حدا إكس. شنو هو العدد اللي حدا إكس؟ كنمشي حدا إكس كنقلب على العدد اللي حدا اللي هو ناقص واحد، وكنقسم على ناقص واحد. واش باين؟ مثلا بغينا الدالة الأصلية ديال إكس أس 3 إكس أو لا أس 4 إكس مثلا، هادي بحال إلا قلنا 4 إكس زائد 0 ولا ناقص 0. أشنو كندير عاوتاني؟ كنكتب نفس الدالة وكنقسم على العدد اللي حدا اكس اللي هو 4. مزيان، دونك هذه خاصيه، هذا غير كتذكير. دابا غنمشيو نحسبوا هذه القضيه هذه ونشوفوا واش فعلا غتعطينا 1 على 4. اذا انتبهوا معي مزيان، الطريقه ديال مبرهنات ولا المكامله بالاجزاء، كنحط هذه القضيه. اول خطوه كنحط هذه القضيه هذه اي دو اكس تساوي في بريم دو اكس تساوي، هذه اول خطوه. هنا كندير الاكس ديالهم، هنا حطيت اي دو اكس، هنا غنحط اي بريم دو اكس، هنا حطيت في بريم دو اكس، هنا غنحط في دو اكس، يعني الاكس. هنا كنختار، حيت كيكون دائما في المكامله بالاجزاء كيكون عندي ضرب دالتين، وحده كنحطها هنا وحده هنا، ولكن كنشوف الامور اللي سهله. ياك مثلا الا حطيت الاكسبونسيال هنا وحطيت اكس هنا، الا درت الداله الاصليه ديال اكس غيتزاد الحساب، ياك لا ما نحطها هنا. دونك اكس غنحطها الفوق، اكسبونسيال غنحطها هنا. دابا عندي اي دو اكس تساوي اكس، اشنا هي اي بريم دو اكس؟ يعني المشتقه ديال اكس هي واحد، باينه واحد. عندي في بريم دو اكس، بغينا في دو اكس. بحال الا عندك الداله الاصليه وبغيتي بحال الا عندك المشتقه وبغيتي الداله الاصليه، واش مفهوم؟ عندك المشتقه ولكن بغيتي الداله الاصليه، كنحسبوا الداله الاصليه ديال هذه كما درت في الامثله اللي مسحت. اذا كنكتب نفس الداله وكنقسم على العدد اللي حدا اكس اللي هو جوج. دائما الاكسبونونسيال الداله الاصليه ديالهم اللي كيكون عندك التعبير الفوق، كدير هذه القضيه هذه، كتكتب نفس الداله وكتقسم على العدد اللي حدا اكس. مزيان، واحد القضيه اخرى خصني نعقل على هذه القضيه. هذه الاسهم هادو دائما كنجي من هنا لهنا، عاد كنجي من التحت للفوق. هاد الاسهم هادو خصني نعقل عليهم مزيان. مثلا هذا غنسميها اي باش ما نعاودش نكتب هاد التكامل. اذا اي يساوي، يعني هاد التكامل هذا يساوي، كندير بين معقوفتين هذا فهذا. دائما هذا فهذا، كنتبع هاد الاسهم، هذا فهذا بين معقوفتين اكس في او 2 اكس على 2، سد عليهم. عاد كدير من صفر حتى لواحد على جوج، حيت عطاونا مسواه من صفر حتى لواحد على جوج، ناقص خاصية تكامل من صفر حتى لواحد على جوج. عاد كندير التكامل ديال اش؟ ديال هذا في هذا. هادشي علاش درت لكم هاد الأسهم، هذا في هذا، هاد التعبير في واحد كيساوي نيت نفسه، يعني اثنان اكس على اثنان دي دو اكس. هاد التعبير في واحد، داكشي علاش ما بينتش واحد، حيت واحد ماشي مهم. دابا قبل ما نحسب خصني نحدد عاوتاني هاد التكامل، يعني غنحدد الدالة الأصلية ديالو. إذا تساوي إكس أو 2 إكس على 2 دائما من صفر حتى لواحد على جوج، ناقص كنقلب على الدالة الأصلية ديال هاد التعبير. بحال إلا غنحسب التكامل عادي جدا، أشنا هي الدالة الأصلية ديال هادي؟ غنبينها لكم هنا. ياك بحال إلا عندي واحد على جوج في أو أس 2 إكس، هاد الكتابة هادي راه نفسها. دابا بغيت الدالة الأصلية، شنو كندير؟ كنكتب نفس العدد واحد على جوج، حيت كاين ضرب. دائما إلا عندك ضرب مضروب في دالة ما كتمسوش هذاك، ما كتحددش ليه الدالة الأصلية. عاد كنقلب على الدالة الأصلية ديال أو أس 2 إكس بنفس الطريقة اللي وريتكم من قبل. كتكتب نفس الدالة اللي هي أو أس 2 إكس، ولكن كتقسم على العدد اللي حدا إكس اللي هو جوج. صافي، إلا قدينا الحساب عندي جوج في المقام وعندي جوج في المقام، يعني غتعطيني 4 على 4. هادي هي الدالة الأصلية ديال هادي، واش مفهوم؟ درت ليها نفس الطريقة كما درت لهادي، غير هنا كاين أصلا واحد ودرت هنا جوج. هنا ديجا كاينة جوج في المقام، وملي درت الدالة الأصلية ديك جوج ضربتها في هاد جوج كتعطيني 4. صافي باين. إذا غندير هنا الدالة الأصلية ديالها اللي لقيت أو 2 إكس على 4 من صفر دائما حتى لواحد على جوج.
الا بغيت نسهل الحساب غنجمعو في واحد المعقوفة باش ما نحسب بزاف باش ما يكترش الحساب. نجمعو في واحد المعقوفة هاد ناقص هو هذا عاد كنكتب هاد دائما من صفر حتى لواحد على جوج. دابا شنو كندير في التكامل؟ كنحسب الصورة ديال الكبير ناقص الصورة ديال الصغير، يعني اف ديال واحد على جوج ناقص اف ديال صفر، وغنشوف واش غتعطيني النتيجة ولا لا. يعني لي زيكس اللي كاينين بين معقوفتين كنعوضهم بواحد على جوج، ناقص لي زيكس اللي كاينين بين معقوفتين كنعوضهم بصفر. كنحسب الصور عادي جدا. اذا غنشوف شحال غتساوي. اذا هنا هاد اكس هذا غنعوضو بواحد على جوج، الى عوضتو بواحد على جوج هاد اكس حتى هو راه غنعوضو بواحد على جوج، ياك عندي جوج في واحد على جوج كتعطيني واحد، يعني او اس واحد على جوج. واش مفهوم؟ حيت عندي اثنان في اكس وكنعوض داك اكس بواحد على جوج وكتختزل جوج مع جوج، هادشي علاش قلت في الاس ديال او كتساوي واحد. دابا اي اكس بان ليا كنحط بلاصتو واحد على جوج صافي وكنحسب. دابا يلا حسبت هادي، هاهي ناقص ناقص. دابا غنعوض عاوتاني هاد اكس هذا بواحد على جوج، جوج في واحد على جوج اللي هي او اس واحد على جوج على اربعة، حيت كاينو اصلا في المقام اربعة. مزيان هذا حسبناه ديال اف ديال واحد على جوج ناقص دائما الاقواس، ما تنساوش الاقواس. دابا غنحسب الصورة ديال صفر. هاد اكس هذا اللي عوضته بصفر كيساوي صفر، صفر في هاد التعبير كيساوي صفر ناقص هاد ناقص هادي او اس جوج في صفر، جوج في صفر شحال كتساوي؟ صفر. او اس صفر كتساوي واحد، يعني غتبقى ليا واحد على اربعة، حيت اي عدد اس صفر كيساوي واحد. دونك هادي شحال غتساوي؟ الى قدينا الحساب عندي جوج في المقام وجوج في المقام، يعني جوج في جوج اربعة، كتعطيني او اس واحد على اربعة، يعني او على اربعة. وهادي هادي ماشي واحد على جوج حيت كتختزل سميتو، كتعطيني او اس واحد. دونك حتى هادي كتعطيني او اس واحد على اربعة ناقص هاد ناقص مع هاد ناقص هادي كتعطيني زائد واحد على اربعة، يعني النشر. وهادي شحال كتساوي؟ او على اربعة ناقص او على اربعة راه كتساوي صفر. دونك النتيجة كتبقى ليا واحد على اربعة. اذا فعلا راه هادي لقينا فيها واحد على اربعة. وبالنسبة للتكامل راه غندير لا فيديو ديالو خاصة طريقة ديال حساب التكامل من بعد. اذا غنمشيو للسؤال الاخير. دونك شوفوا معايا دابا حساب المساحة، ياك حساب المساحة. اول خطوة شنو كدير؟ كتحط التكامل، ياك هادي قاعدة ولا خاصة، كتحط التكامل. قال لك سيدي مساحة الحيز المحصور بين المستقيم اكس يساوي صفر و اكس يساوي واحد على جوج، كتاخد هاد جوج مستقيمات كترتبهم، فين هو الصغير؟ هو صفر، كديرو لتحت، فين هو الكبير؟ هو واحد على جوج. وكتحسب المساحة ديال المنحنى سي دو اف، يعني كدير اف دو اكس، ياك. ولكن بالنسبة لديك المساحة اللي غنحسبو كما شفنا في المنحنى، كاين لتحت ديال محور الافاصيل، ياك انت كتعرف واش كاين لتحت ديال محور الافاصيل ولا الفوق ديال محور الافاصيل حسب التمثيل. دونك بما انها كاينه لتحت ديال محور الافاصيل خصني نزيد واحد ناقص هنا. دائما الى عندك واحد المساحه كاينه لتحت ديال محور الافاصيل كتزيد واحد ناقص، عاد كدير اف دو اكس. كون كانت الفوق ديال محور الافاصيل ما غنزيدش هاد الناقص هادي، غنحسب عادي، غندير غير اف دو اكس. دونك نتمنى تفهموا هاد الفكره هادي. كندير دي دو اكس، كنضرب في وحدات القياس ديال المساحه، وحدات القياس ديال المساحه اللي هي عندك وحدات القياس المساحه شنو هي؟ عندك جوج سنتيمتر، عطاوك في التمرين وحدات القياس جوج سنتيمتر، كتضرب في جوج سنتيمتر ديال الافاصيل وعاد كتضرب عاوتاني في جوج سنتيمتر ديال الارتيب. يعني ملي كتعطى لك وحده القياس كديرها جوج مرات في المساحه، وحده ديال الارتيب وحده ديال الافاصيل، ولا ديال الافاصيل وحده ديال الارتيب، صافي هذا الشيء اللي كاين. من بعد كتحسب. اذا غنقاد التعبير هذا، هذه غنقادها، دونك تعطيني صفر واحد على جوج
ناقص غنحسب اولا غنحط التعبير ديال اف دو اكس كما عطاونا في التمرين، عطاونا اكس او دو اكس ناقص واحد او دو اكس دي دو اكس جوج في جوج شحال كتساوي؟ كتساوي 4 سنتيمتر في سنتيمتر، يعني سنتيمتر مربع سنتيمتر او ستنين. دونك غنحسب، اذن غندير لدينا غنخلي هاد 4 سنتيمتر مربع حتى الاخر، ياك غنحسب غير هاد التكامل بعدا، هاد التكامل هذا نحسبه من ملي غنلقى النتيجة ديالو عاد غنضربو في 4 سنتيمتر. غنحسب لدينا باش تكون الامور سهلة عليا، صفر واحد على جوج ناقص اكس او اكس ناقص واحد في على بالنسبة للقضية ديال مساحة التكامل راه كيساعدوك ديجا حسبنا واحد التكامل اللي غيساعدنا في الحساب. ياك دابا شنو غندير؟ غدير النشر، غدير النشر، اذا غندير النشر. دونك هاد ناقص غتبقى دائما ديك ناقص غتبقى او اكس في اكس او اكس كتعطيني اكس في او و ستنان اكس، بحال الا قلنا اكسبونسيل و ستنان حيت الاكسبونسيل في الاكسبونسيل. او اكس في ناقص واحد كتعطيني ناقص او اكس، مزيان دي دو اكس تساوي. دابا غنقد الحساب عاوتاني، غنشر هاد ناقص هادا، غنشر هاد ناقص ناقص في هادي كتعطيني ناقص اكس او اكس، ناقص في ناقص كتعطيني ناقص او زائد او اكس دي دو اكس. دابا راه كنحسب غير التكامل ديال هذا، خليت 4 سنتيمتر مربع حتى الاخر باش ما تلفنيش في الحساب، كنحسب التكامل من بعد كنعوض. دونك شنو غندير؟ هادي عندي واحد الخاصيه، عندي الجمع ياك، راه يمكن لي نفرق عليهم داك التكامل، يعني راه يمكن لي ندير التكامل ديال، يعني تساوي التكامل ديال ناقص اكس او اكس او لا اثنان اكس، هنا اثنان اكس حيت كنهضرو على اثنان اكس دي دو اكس. هنا عندي زائد، زائد تكامل ديال او اكس دي اكس تساوي. هادي يمكن لي نخرجها لبرا ياك، هاد الاشاره هادي كتعطيني ناقص اكس او استنان اكس زائد. دابا غير كنقد الحساب خطوه بخطوه باش كلشي يفهم ان شاء الله، مزيان. دابا ملي فرقت عليهم سميتو ما غنمشيش عاوتاني نحسب هادي، لا هادي راه حسبناها ديجا، ياك حسبناها ديجا شحال كتساوي؟ كتساوي 1 على 4، اذا كتساوي هادي ملي حسبناها في السؤال اللي قبل لقينا فيها 1 على 4، ولكن مع هاد ناقص هادي كتعطيني ناقص 1 على 4 زائد هاد التكامل هذا صفر واحد على جوج او دو اكس. دابا شنو خاصني باش نكمل هاد التكامل؟ خاصني نحسب التكامل ديال من صفر حتى لواحد على جوج ديال او اكس. اذا غنجي لهنا غنحسبو، غندير عاوتاني لدينا باش نجمع الحساب، لدينا تكامل من صفر واحد على جوج ديال او اكس، هذا عاوتاني خديته بوحدو باش نحسبو ونشوف القيمة ديالو من بعد كنعوضها. شنو هي الدالة الأصلية ديال او اكس؟ دائما كنديرو بين معقوفتين وكنحط الدالة الأصلية ديال هاد التعبير. او اكس الدالة الأصلية ديالها هي نيت نفسها، هذه معروفة، من صفر حتى لواحد على جوج تساوي، كنحسب اف دو واحد على جوج ناقص اف دو صفر، اف دو واحد على جوج كنعوض داك اكس بواحد على جوج، بحال إلا كنحسب الصورة ديال واحد على جوج، ناقص اف ديال صفر، اف ديال صفر بحال الا قلنا او او صفر اللي هي واحد. اذا هاد التعبير هذا لقينا فيه او او واحد على جوج ناقص واحد، دونك المجموع ديالو غيكون عندي، غنمسح غنمسح هنا ولا غنمسح دابا راه حسبتو ياك بلا ما نعاود هاد السطر هذا، لقينا فيه
اس وهذا لا جوج ناقص واحد. اذا غنمسح هنا باش تكون عندي البلاصه ونتمنى تفهموا الطريقه. دابا حنا حسبنا هذا التكامل، حسبنا التكامل، شنو خاصني؟ خاصني نضربو في ذاك 4 سنتيمتر. اذا المساحه، المساحه هي انت يمكن لك مثلا دير الرمز ديال المساحه اس، اس دو اكس ولا ماشي مشكل، مساحه اس حيت ما عطاوناش تما شي رمز معين، انت كتختار مساحه اس هي كندير داك التكامل، ياك داك التكامل اللي هو ناقص اف دو اكس دي دو اكس في 4 سنتيمتر مربع، 4 سنتيمتر مربع من صفر حتى الوحدة على جوج. هذه هي الخاصية ديال المساحة، ولقينا فيها شحال؟ قلنا هذا لقينا فيه هذا التعبير هذا، وغنضربوه في 4 سنتيمتر مربع، يعني ناقص 1 على 4 زائد او اس 1 على 2 ناقص 1، كلشي مضروب في 4 سنتيمتر مربع وحدة القياس. ودابا الا بغيت نقاد الحساب ماشي مشكل، الا بغيت مثلا ندير النصف هادشي فوق الشبعة، 4 في 1 ناقص 1 على 4 اللي هي ناقص 1 مزيان، 4 في الاكسبونسي اللي هي 4 او اس 1 على 2، 4 في ناقص 1 اللي هي ناقص 4، وكلشي هادشي كنضربو في سنتيمتر مربع. الا بغينا مثلا نزيدو نقادو الحساب، ناقص 1 ناقص 4 كتعطيني ناقص 5 زائد 4 اكسبونسيال اس 1 على 2 الكل في سنتيمتر مربع. اذا هذه هي القيمه ديال المساحه، هذه هي القيمه ديال المساحه، ونتمنى تفهموا هذه القضيه هذه، وموعدنا ان شاء الله في لا فيديو القادمه. وإذا كانت المساحة يعني حيت كاين المساحة الهندسية وكاين المساحة الجبرية، دونك هنا هذا عدد سالب، ياك علاش؟ حيت كاين المنحنى، كاين المنحنى لتحت ديال محور الأفاصيل، هذا الشيء اللي بغيتكم تفهموا. دائما إلا عندك المنحنى ولا ديك المساحة اللي بغيتي تحسب لتحت ديال محور الأفاصيل كتبدا بواحد ناقص هو الأول. إذا نتمنى تستفدوا من هذا الفيديو هذه بزاف، وشكرا على التتبع ديالكم، وإلى اللقاء.